أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة نشرت في كوريا الجنوبية بطارية إضافية لصواريخ مضادة لصواريخ باتريوت على خلفية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية وإطلاقها صاروخا بعيد المدى. وقال قائد الجيش الأمريكي الثامن الجنرال توماس فاندال إن نشر هذه البطاريات يأتي كجزء من التدريب على نشر صواريخ بشكل عاجل ردا على الاستفزازات الكورية الشمالية الأخيرة. وأضاف فاندال أن تدريبات كهذه تضمن الاستعداد للتحرك ضد أي هجوم محتمل من قبل كوريا الشمالية.